دوما بيكون في مذاق خاص عندما تدلو مصر بدلوها في القارة السمراء. شفنا رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019، وهي مصر تتسلم رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا بعد غياب لقرابة 20 عاما. بالتأكيد كثير من الدلالات، كثير من الزخم نتوقف عندهما في هذه الوقفة الحوارية. وبتوجه بتحية لضيفي في هذا اللقاء دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا دوما بنتكلم عن النموذج المصري والاسترشاد بالتجربة المصرية من خلال ما مرت به في مشروعات تنموية مختلفة لاتساق بين استراتيجية التنمية المصرية أو الإقليمية أو على مستوى العالم الحقيقة، اللي بالتأكيد بيكون في تلاقي في هذه الروافد في الكثير من الأحيان. كبداية حضرتك تقول إيه كدلالة وكمغزى أيضا لتوقيت هذه الرئاسة لمصر لهذا التكتل الإفريقي بالغ الأهمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك اشرتي، تكتل افريقي في غايه الاهميه. هو تكتل من 20 دوله او 21 دوله تقريبا، وتقريبا هو بياخدوه الرئاسه بشكل دوري. كل الدوله الدوره مدتها عام، وبالتالي يعني كانت اخر مره مصر رئيست الدوره كانت من 20 عام، يعني بتدور تقريبا على كل الدول. ولكن طبعا مصر بتختلف في إدارة الدورة بتاعتها زي ما اختلفت في إدارة ما كانت رئيسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، لأن مصر بحكم خبرتها الكبيرة سواء في الجانب الدبلوماسي أو السياسي وحتى التنموي، فهي بتنقل خبرات وبتنقل تصورات ودايما بتضع آليات لحل المشاكل اللي موجودة. يعني احنا عايزين نقول ان القارة الأفريقية ما نقدرش ننكر هي لا تزال رهن الاستعمار ومليئة بالثروات ومطمع للجميع ومطمع للغرب. وبالتالي انت لما تيجي تكون عايز تحل مشاكل الأفريقية اللي بتواجهنا، فإحنا إذا لجأنا للغرب فالغرب هيحاول يبتز القارة الأفريقية ويحاول إن هو يمتص ويأخذ خيرات القارة الأفريقية، في حين إن إحنا لو وضعنا حلول أفريقية من داخلنا هيكون أفضل لنا وللجميع، لأن ده بنسميه التعاون في مجال التنمية التكامل. أنا عايز أقف مع حضرتك في النقطة دي عشان دي مهمة جدا الحقيقة. لسه ما أنش الأوان إن يكون في عقد جديد، بمعنى إن يكون في شراكة على قدم المساواة بين الغرب وبين إفريقيا. والحقيقة دوما يعني كانت لا تخلو كلمات السيد الرئيس في كثير من المنتديات الإفريقية والدولية لتحقيق هذا التطلع، اللي بتأكيد هيكون مش بس لصالح شعوب القارة ولكن أيضا للطرف الآخر المستهدف بالتعاون معاه، لأن يعني كثيرة هي المشروعات اللي ممكن يستثمر فيها الجانب الغربي في هذه القارة الغنية اللي كانت يوما ما سلة للغذاء العالمي. احنا علشان نكون كأفارقة ند بند مع باقي دول العالم يجب أن نكون أقوياء، يجب ان نكون في تحدي بين اتحاد، ونكون على راي واحد وعلى اتفاق واحد ان مصلحه القاره الافريقيه هي اللي تكون الشامل والاعم. وده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نبتدي نضع تصورات، نضع اليات، ونبتدي نحل النزاع والمشاكل والحروب الاهليه ونقضي عليها، ونتجه الى التنميه، الاتجاه نحو التنميه، ونقف موقف رجل واحد في القضايا بتاعتنا المشتركة والقضايا العالقة. أيضا برضو يعني دعونا أتصور يعني مثلا اتفاقية الشراكة الأفريقية الأوروبية مثلا بقالها من سنة 2000 تقريبا ولا حاجة، يعني بقالها أكتر من 20 سنة ولا حاجة. كانت حتى طبيعة المفاوضات الأفريقية مع أوروبا سواء اتفاقية الشراكة الأوروبية الأفريقية أو حتى الاتفاقية مع الأجوة مع الولايات المتحدة، غالبا بتبقى الاتفاقية دي تحس إن هي لو طلعت على بنودها تقريبا من طرف واحد، يعني الجانب المستفيد الأكبر هو الجانب الغربي، في حين بيتم يعني سلب خيرات الدول الأفريقية. ليه؟ لأن حتى ما كانش عندهم خبرة في المفاوضات، يعني في أي مفاوضات بيبقى في جوانب فنية في المفاوضات، تبص تلاقي في بنود خفية في بعض الأمور والشروط في الاتفاقيات في هنلاقيها في النهاية مش في صالح القارة الأفريقية. ولكن الآن الوضع اختلف، مصر تتبنى رؤية وتصور في القارة الأفريقية. لما احنا كنا رئيس الاتحاد الأفريقي في 2019، وأيضا نحن الآن لما مثلنا أفريقيا أو ممثلين كنا أعضاء في الكوميسا، وأيضا لما مصر خدت رئاسة التجمع الكوميسا لمدة عام، مصر وضعت حتى استراتيجية متوسطة المدى 2021-2025 هيكون فيها وضع الآليات لعلاج مشاكل التجمع خلال تلك الفترة. أيضا يعني برضو للذي لا يعلم، احنا قلنا ايه الفرق بين تجمع الكوميسا وايه الفرق بين منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟ منطقة التجارة الحرة الأفريقية هي شاملة كل القارة الأفريقية، ولكن التجمع الكوميسا هو فقط خاص بال 21 دولة، ولكن تجمع الكوميسا نقدر نقول عليه خط شوط
اكتر في مجال التكامل الاقتصادي الاقليمي، لانه وصل لمرحله السوق المشتركه. السوق المشتركه يفرق عن منطقه التجاره، ان منطقه التجاره يعني للذي لا يعلم هي اسقاط منطقة التجارة حرة، معناها إسقاط كل التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية بينها وبين بعض، ولكن بتحتفظ بيها مع العالم الخارجي. في حين أن السوق المشتركة بالإضافة لأنك أنك أنت أسقطت التعريفات الجمركية، فأنت كمان عامل سوق مشترك، يعني بيبقى فيه حرية أكتر في انتقال عوامل الإنتاج، رأس المال والعمال ورجال الأعمال والمستثمرين والأفراد وخلافه. وبالتالي إحنا أصبح إحنا وجود مصر مع الـ21 دولة دول يفرقوا أنك أنت تقدر تكون في رجال اعمال مصريين، في شركات طبعا مصريه تنتقل الى القاره الافريقيه، بالاضافه الى السلع والمنتجات من غير جمارك، دي حاجه متفقين عليها، ولكن بيبقى زياده عن باقي الدول الافريقيه انك انت بتقدر تعمل مشاريع، بتعمل استثمارات، مشاريع مشتركه وخلافه. كل غير مساله احتواء الصراعات في افريقيا طبعا اللي تظل هي العقبه الاكبر، يعني ايه اللي ممكن فعلا يحقق لنا الامل في ان افريقيا تصبح بيئه اكثر جاذبيه للاستثمار؟ احنا لما نيجي نتكلم على اتفاقيه زي اتفاقيه او تجمع عفوا الكوميسا، انك انت تقدر تشجع الاستثمار بينك وبين بعض، الدول الافريقيه تستثمر في بعضها. طبعا في تباين في الثروات، في حجم، في عدد السكان، يمكن مصر هي الاكبر من حيث عدد السكان او حيث الناتج المحلي، لان تجمع الكوميسا الناتج المحلي الاجمالي اللي بتاعه تقريبا 800 مليار دولار، مصر لوحدها 365 مليار دولار، يعني تقريبا 44 او 43% من الناتج المحلي او من حجم اقتصادات هذا التجمع. وبالتالي مصر تمثل قوه بشريه وقوه اقتصاديه كبيره، فليها دور مؤثر. ايضا مصر كانت يعني ليها استثمارات في القاره الافريقيه، ويمكن اغلب استثماراتها موجوده في الكوميسا، في تعاملات على مستوى الشركات سواء قطاع خاص او قطاع خاص او حتى على مستوى الحكومات او حتى على مستوى الشركات الحكوميه. يعني احنا على سبيل المثال في شركات كتير مصريه شغاله ولها استثمارات ضخمه في اثيوبيا، في كينيا. على فكره العلاقات الاقتصاديه من مصر وكينيا كويسه حتى على الجانب التجاري، يمكن احنا كان حجم تجارتنا مع الكوميسا 2.8 مليار دولار، احنا مصدرين ب 2 مليار للكوميسا، اغلب صادراتنا لليبيا وكينيا واوغندا والسودان. وبالتالي فانت عندك سوق واعد انك تصدر لهم، اما تصدر يزيد حجم التجاره، حجم التجاره يزيد معناه مزيدا من النشاط الاقتصادي، معناه انك انت ايضا حتى ان يعني كمان بالاضافه الى السلع والمنتجات ايضا الخدمات، يعني في اتفاق في بند من بنود الاتفاقيه انك انت تسرع عمل في تسرع في في تجاره الخدمات بينك وبين بعض، فانت ايضا بيبقى ده سوق واعد ليك ومفتوح في مجال الانشاءات والمباني طبعا والخدمات الماليه وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وخلافه، ايضا حتى يعني الانشطه الاقتصاديه الخدمات زي تجاره الجمله، تجاره التجزئه، كل الامور دي انت ايضا ممكن تفتح مخازن والحقيقه دكتور كريم انا لما كنت اتكلمت من شويه عن مغزى التوقيت كنت اقصد بعدين، البعد الاول متمثل في ان مصر بتاخد خطوات واثقه ومتسارعه مثلا في التحول الرقمي، بنشوف طبعا مؤشرات ايجابيه جدا على التنميه اللي حاصله، على بناء المواطن المصري على اكثر من صعيد، وده بالتاكيد هيكون يكسب يعني حيثيه وزخم كبير سواء لاستضافه مصر للقمه او لرئاستها للكوميسا خلال المرحله المقبله. البعد الثاني ربما يجعل الاختبار اصعب، لان يعني بالتاكيد كورونا يبقى ليلقي بظلال ليست يعني متفائله على يعني حجم الحراك او الاصداء الاقتصاديه الايجابيه اللي احنا بنترقبها من خلال ما سوف تخطو مصر في تطبيق الاستراتيجيه الخاصه بالكوماسه بما يعود في النهايه بالنفع على صالح شعوب القاره وشعوب هذا التجمع. ما بين الملمحين كيف تنظر الى الافق القريب لما سوف تقوم به الكوميسا في سبيل تحسين أوضاع أفريقيا؟ طبعا احنا هنا يعني أزمة كوفيد عطلتنا كتير يعني ورجعت القارة للخلف، حتى يمكن نعتبر من أكتر مناطق العالم تضررا، لا يزال التطعيم ما وصلش فيه معدلات كبير في القارة، يعني متوسط العام لا يزيد عن 6%. طبعا نقص الأدوات الصحية وخلافه المستلزمات الطبية دي تعتبر نقطة كبيرة تواجه القارة. يمكن الرئيس السيسي كان من أوائل رؤساء الدول اللي تحدث عن أهمية دعم القارة الأفريقية منذ عام 2020 ويتحدث عن دعم القارة حتى تقدر القارة تعود مرة أخرى إلى التنمية. ولكن حتى يعني أيضا إحنا هنا يعني بنتحدث عن التوسع بقى في إيه؟
توسع في مجال الخدمات الطبيه في القاره الافريقيه، وانك انت تحاول بقدر المستطاع انك انت الدول تعود مره اخرى انها تحقق معدلات نمو مرتفعه زي كانت تحقق في 2019، وان الاستثمار في التنميه والاستثمار في البنيه التحتيه، وان احنا نبتدي نحل نطلق يد القطاع الخاص زي ما احنا الرئيس اتكلم النهارده في كلمته، اطلاق يد القطاع الخاص، وان انت يبقى في مزيدا من المشاريع المشتركه بين الشركات هناك وهنا، يكون في تكامل صناعي وتكامل زراعي. ويمكن مصر ايضا يعني يمكن من اكثر القطاعات تعاونا فيها مع الدول الكوميسة هو المجال الزراعي، في مزارع مصرية موجودة في عدد كبير من الدول الأفريقية، في مجال الري ونقل ونقل الخبرات والتجارب وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية وخلافه، كل دي تعتبر أمور للتعاون المشترك. إذا زودنا التعاون ونقلنا الخبرة الفنية وشجعنا شركاتنا بقدر المستطاع إن هي تعمل في الجانب الأفريقي، فبالأكيد في التأكيد ده هينعكس على الجميع والجميع هيكون مستفيد. يعني إحنا هنا لما بنيجي نتكلم عن دايما نقول عايزين يعني نزود العلاقات الاقتصادية بيننا وبين افريقيا، يعني احنا ليه بنتكلم في النقطة دي؟ علشان انت عايزين نزود تجارتنا، احنا عايزين نزود حجم التجارة المصرية. كنا من قيمة بضعة ايام بنتكلم عن حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية، لما تيجي تتكلم عن كده احنا صادراتنا الان لا يعني تقريبا 32 مليار دولار ولا حاجة، مبلغ قريب من هذا، ده ضعيف بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري. ونحن نأمل ان يكون في خطة لدى الوزارة التجارة والصناعة ان هي تنمي هذه الصادرات، يعني مش تنميها كمان تضاعف، احنا محتاجين نضاعف حجم صادراتنا. ولكن انت هتوجه لمين؟ ايه الاسواق المستهدفه ليك؟ هل هتصدر لاوروبا؟ صعب. هتصدر لاسيا؟ صعب. احنا بنصدر ولكن صعب، ان انت مش هتقدر تنافسهم. ولكن انت تقدر تتجه جنوبا، المستقبل جنوبا، المستقبل نحو القاره الافريقيه، اللي انت ان هم عندهم يعني عندهم بيستوردوا سلع كتير من العالم الخارجي، فانت بتحاول تعمل عمليه دراسه للاسواق بينك وبينهم. وانت برضو لا يجب النظر الى الدول الافريقيه او حتى كتجمع الكوميسا اللي هو الموضوع بتاع النهارده، ما ننظر لهمش ال 22 دوله كانهم كتله واحده، لا، ننظر لهم كل دوله بظروفها المختلفه غير الثانيه، طبعا تختلف ثقافيا وتختلف حضاريا واذواق، طبعا. والاذواق في الدول الحبيسه، دول في الجنوب، يعني كل دوله ليها خصائصها وتقدر تتكامل مع كل دوله على حده. لكن انا عايزه ابقى كمان اقف مع حضرتك في جزئيه هي الحقيقه مهمه جدا ان وعميقه، ان مصر تتصدر المشهد بصفتها نموذج مصري افريقي واعد من خلال اللي حققته مصر في الفتره الاخيره، سواء أمنيا في مواجهة الإرهاب أو تنمويا أو في مجال بناء الإنسان المصري. إزاي ممكن يعول على هذه التجربة ارتقاء إلى بناء الإنسان الإفريقي وتمكين القارة السمراء في مواجهة تحدياتها من خلال الموقع المصري في الكوميسا هذه المرة؟ يعني دائما وأبدا بنقول أن يعني الدائرة الأفريقية تم إهمالها لعقود، وانا شايف ان في طبعا اهتمام كبير من القياده السياسيه منذ عام 2014 بالاتجاه نحو افريقيا، لان حتى كان خلال سنتين ثلاث سنين كنا على 2018 ولا حاجه الرئيس السيسي زار اكثر من نصف الدول الافريقيه. انت بترجع علاقاتك مره اخرى مع الدول الافريقيه، ولكن انت لازم العلاقات السياسيه مع الثقافيه مع دور الازهر، انك انت تقدر ترسل بعثات تعليميه موجوده من الازهر الشريف لكل الدول الافريقيه، بالاضافه انك منح تديها للطلبه الافارقه ان يجوا يدرسوا في مصر. اظن ان كان في اكثر من فاعليه افريقيه موجوده في مصر. صحيح. يمكن في 2018 استضفنا مؤتمر الاستثمار في افريقيا علشان نحل مشاكل ومعوقات الاستثمار في افريقيا. اظن ايضا ان في كان مؤتمر من المؤتمرات الشبابيه، الشباب العربي الافريقي، التكامل العربي الافريقي اللي عقد في اسوان، كل دي مؤتمر على ايضا. على فكره في بعض الاحيان بيكون الاشقاء الافارقه نفسهم ليهم نصيب من المبادرات المصريه، يعني على ما اتذكر كانت 100 مليون صحه، يعني كان في بالفعل كان في مليون افريقي يعالجوا من الامراض في مصر. فكانت النقط دي ايضا بتبقى نقط مضيئه، بالاضافه اني اتذكر ان كان من احدى توصيات مؤتمر شباب العالم تقريبا 2019 ولا حاجه تدريب 10,000 شاب عربي افريقي على تكنولوجيا البرمجيات وتكنولوجيا الالعاب، علشان يكون عندك 10,000 كادر في المجال المهم الحيوي ده، طبعا انك انت هتوفر فرص عمل ليهم وهينقلوا تجاربهم وينقلوا خبراتهم لباقي زمايلهم، وتكون عندك دي نقطه مضيئه لبناء الشاب الافريقي المحب الجديد نحو التحول الرقمي ونحو التكنولوجيا. انك انت تصنع بقى، مش شرط تكون الوظيفه زراعه او عامل في مصنع او عندك مشروع استثمار صغير، لا، انت ممكن تبقى مبرمج برنامج، مبرمج في البرمجيات، او مبرمج الالعاب الالكترونيه. طبعا ده سوق كبير وعملاق، يعني الالعاب الالكترونيه طبعاً دي هي ليس فقط
نشاط ترفيهي، ولكن هو سوق كبير وعملاق، يمكن يعني ارباحه بتتجاوز المليارات برضو. ادي يعني مثل على النقطه دي. طبعا كلنا نتذكر في 2017 ولا حاجه اللعبه اليابانيه الشهيره اللي احنا كنا بنستخدم البيكيومن كنا بنستخدمها في مصر وكده، ولكن هو طبعا يمكن البعض يظنها لعبه ترفيهيه او شيء للتسليه. لا، ده اقتصاد. انا عايز اقول ان اللعبه دي خلال مثلا 4 5 شهور رفعت اسهم الشركه دي في بورصه طوكيو تقريبا 14 مليار دولار ولا حاجه. فده استثمارات في البشر، استثمار انك انت يكون عندك عقول، عندك مبرمجين، عندك مهندسين وفنيين. دي التخصصات الجديده اللي بتحتاجها افريقيا، التحول الرقمي والتحول نحو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. هي دي القطاعات الجديده اللي بتستحوذ على اهتمامات القاره الافريقيه. يعني فرصه ان احنا نتكلم عن مؤتمرات الشباب العالميه الى حد كبير كانت منصه مهمه جدا على قلب بتعمل لبنه. يعني ازاي ممكن من رؤيه حضرتك ممكن ايضا البناء عليها لخدمه هذه الاهداف الافريقيه اللي بنتحدث عنها؟ يعني برضو انا شايف ان مؤتمرات الشباب دي بعدد الشباب اللي هم من دول العالم، ونركز على الافارقه اللي هيجوا دول، هيبقوا سفر عليك طبعا. كل واحد فيهم هيروح هيتحدث عن تجربته، ويتحدث ان مصر بتجمع، واحنا كلنا بنشوف حتى ان حتى الطلبه الافارقه والطلبه اللي من الدول العربيه بيبتدوا يتحدثوا، وبينقلوا مشاكلهم، بيقولوا رغباتهم ومخاوفهم وامانيهم، وكل الكلام ده بيبتدي يتناقلوه هنا عندنا في مصر. فده نقدر نقول عليه ان هو بيصنع نوع جديد من القوى الناعمه، ما كانتش موجوده قبل كده. بننقل ثقافه، بننقل افكار، بيبقى في ترابط اكثر بين الدول بينها وبين بعضها. ان احنا برضه ما نقدرش يمكن ان الفتره اللي مصر فيها بعدت عن القاره الافريقيه حصل فجوة كبيرة، واحنا بنحاول نرجعها بقدر المستطاع، جزء عن طريق الاستثمارات، وجزء عن طريق بعثات الازهر، وجزء عن طريق نقل. وبنحاول في سنين معدودة نعوض اللي حصل في سنين طويلة بالفعل ايضا، ولسه هنستمر سنين كتير كمان علشان نعوض، لان العمل في النقطة دي لا يتوقف، يعني محتاج سنين وسنين. ولكن اظن حتى ان يعني يمكن كان في تجارب مضيئة لمصر في افريقيا، وايضا في تجمع الكوميس على سبيل المثال مثلا في كينيا و اريتريا واوغندا. كانت كينيا على سبيل المثال في 180 بير نفذتهم الدوله المصريه هناك للمياه الصالحه للشرب للمناطق المحرومه. ايضا في كينيا مقرب من 60 بير، في كينيا 180 بير، اوغندا كان 60 بير، اريتريا ما يقترب من 75 بير مياه عذبه علشان الناس اللي حواليه تبتدي تشرب مياه صالحه للشرب. والكلام ده كله ده طبعا بيكون في رصيد القوى الناعمه المصريه اللي تنتشر. صحيح. بالاضافه للازهر الشريف، بالاضافه الى شركه المقاولون العرب، اللي شركه بتنفذ مشاريع كبيره جدا في القاره الافريقيه باستثمارات ضخمه. اتذكر منها او الموضوع الشهير مشروع سد تنزانيا اللي بتنفذه شركه المقاولون العرب باستثمارات ضخمه 3 مليار دولار. احب اوضح كمان اقول ان السد ده اتبنى في منافسه كامله مع شركات كبرى. يعني احنا وشركاتنا المصريه بتشتغل في افريقيا بتواجه منافسه شرسه مع اللاعبين الكبار في افريقيا زي الصين، زي الهند، زي ايران، زي تركيا. كل دي دول عايزه تتجه لافريقيا، وبالتالي انت يعني بيكون عليك دور كبير وايضا مسؤوليه، وايضا بتكافح علشان تثبت وجودك في القاره الافريقيه. جميل. لان في النهايه افريقيا دي نقول عليها بعد استراتيجي للدوله المصريه. صحيح. وبعد استراتيجي وحيوي وهام، وان احنا ليس لنا ابدا ان نتحدث عن النمو الاقتصادي في مصر والتقدم الاقتصادي بمعزل عن باقي الدول الافريقيه، لانها دول جوار ودول يعني معانا في نفس القاره، واحنا في الاساس افارقه. وانك انت تتجه نحو القاره الافريقيه هو اللي افضل لك اقتصاديا وتتوسع، هو ده من خلال قياده مصر. هذه القمه لن تمر مرور الكرام، والعنوان ليس مجرد اقوال وانما افعال، وذلك ما تكرس له مصر شعار القمه، تعزيز القدره على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي والاستراتيجي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد الدولي، شرفتنا. شكرا. متوج لقائنا مع حضرتكم النهارده في القاهره بهذا الحوار. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه، واترككم بعد قليل مع جوله مع صحافه الغد على شاشه قناه النيل الاخبار. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه، واللقاء يتجدد باذن الله.